الدين وصانا بالأيتام يا بسم الله الرحمن الرحيم. يقوم فريق شام بتنزيل 200 سنة مقدمة رسالة من فرانسيس إسلامي أوسس لحكام ريف حماة الشمالي بلدة كفر عمبودة 17/10/2018. جزاهم الله كل خير مؤسسة إسلامي أوسس. جنة الله كهاتي يا من زرع في خافقة حب الأيتام، خلى لهم في مهجة الصدر قيمة، وصية وصى بها دين الإسلام، تطمح لها كل النفوس العظيمة. أبشرك يا كافل حقوق اليتيم، أبشرك يا صاحب القلب الرحيم، إنك تنال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقوم فريق جمعية شام في ريف حماة الشمالي بتوزيع سلل وأكياس فحم على الأسر النازحة والمهجرة من ريف حماة، وذلك في يوم 19/10/2018. جزاهم الله كل خير مؤسسة الإسلامي في أسس على دعمها لأسر الأيتام. الله يجزيكم الخير مؤسسة إسلامية أسس على ما قدم لأيتام ريف حماة فحم وسلل غذائية. الله يجزيكم الخير وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لتوزيع السلل المقدمة من منظمة إسلاميك أسس، نتقدم لها بالشكر الجزيل على ما قدمته إلى بلدة كفر عمبودة اليوم الموافق 21/10/2018. طبعا بالنسبة للسلة الغذائية المقدمة من هذه المنظمة تحتوي على 10 مواد، الأرز والسمنة إضافة إلى علبتين من الدبس بندورة والسكر والعدس، أيضا المعكرونة وزيت أصلي وفاصوليا وشعيرية ومعكرونة. نشكر المنظمة إسلامي أسس على ما قدمته لهذه البلدة، حيث تم استلام 200 سلة غذائية إضافة إلى 500 كيس فحم للتدفئة، تقريبا 12 طن 500 كيلوغرام. يقول من يكفل حقوق اليتامى أنا معاه بجنة الله كهاتين. يا من زرع في خافق حب الأيتام وخلالهم في مهجة الصدر قيمة، وصية وصى بها دين الإسلام تطمح لها كل النفوس العظيمة. بشرى لمن يلهم محبتهم الهام، وطوبى لكم يا أهل القلوب الرحيمة اللي رحم في دنيته دمع الأيتام.